هتقول لي. طب بما انك انت بلدياتي بقى ومن سوهاج يا طارق، يعني ايه اللي اتبقى لك من الصعيد واللي لسه محافظ عليه وانت ابن الشرابيه؟ يعني المبدا يعني اهم حاجه ان البني ادم من بدايته ليه مبدا معين. في حاجات كتيره ممكن تخش عليك انك انت تكسب اكتر، بس هتتنازل عن مبادئ كتير. انت ما بتعملش ده؟ لا، وربنا اللي بيرزق. طب وما عملتوش؟ ما عملتهوش، ما احبش اعمله. ورغم ان كتير قوي، يعني بحسبها مثلا، يعني ما بقتش زي الاول. الاول كان في تنافس. دلوقتي اللي هو يعني سوري في اللفظ، يعني مع احترامي لاي حد، اللي بيعمل اغنيه بيقولوا له نجم. ده صحيح. اغنيه يعني لو الناس فاكراها الاغنيه بيقولوا له يا نجم، علشان بقى الانتشار بقى اوسع. هو الانتشار اوسع، بس يعني للاسف بقى بكلام رخيص. يعني ممكن توصل تحقق انتشار اكتر وتعلى اكتر كمشاهده وكحاجات كتيره بقى على السوشيال ميديا زي ما بيقولوا. لازم بيبقى عندك ابتذال عشان تبدا الناس تخش لك. طبعا طارق بعيد عن الابتذال يا جماعه خالص. لا على طول بسمع ليك تصريحات ان عندك مشكله كبيره في الكلمات. اهم حاجه عندك مشكله كبيره في كلمات الاغنيه الشعبيه، في كلمات المهرجانات، في انواع كتير من انواع الغنى. عندك مشكله في الكلمه لو هي ما فيهاش يعني المينيموم الاخلاقي للامور، انت بالنسبه لك دي مش اغنيه وما ينفعش تتغنى، ولا ايه؟ اصل انا بقالي 25 سنه بغني. فمش هاجي في الوقت ده ان انا يعني 25 سنة. من ايام ما كان عندك 5 سنين؟ لا يعني لا مش للدرجه. لا والله يعني ده 25 سنه كاسيت. ايوه يعني ما فكر يعني خلاص، احنا من ايام الكاسيت احنا دخلنا بيوت ناس. الكاسيت ده كانت الناس بتسمعه في قلب البيوت. صحيح. فمش هاجي دلوقتي اللي انا اعمل له حاجه رخيصه، لان هو اتعود ان يسمعني ببيته، فطالما سمعني ببيته يبقى لازم انقي له كلمه كويس قوي.